ليس بينهم لا حمزة ولا هاجر ولا ثامر ولا علا ولا طلحة ولا نحو 200 طالب وتلميذ سوري قتلتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لنظام الأسد رميا بالرصاص أو تعذيبا في السجون والمعتقلات. نحو 6 ملايين طالبا في سوريا يعودون إلى مدارسهم صباح الأحد 18 من شهر سبتمبر الجاري، أو هكذا قررت وزارة التربية السورية، ليلوح في الأفق سؤال حول مدى جاهزية المدارس هذه لاستقبال هؤلاء الطلاب بعد شهور من عمليات عسكرية وأمنية لم تستثني المدارس ولا المنازل ولا الجامعات. فمقاعد الفصول الدراسية استبدلت طلابها بمعتقلين، تقول هذه الصورة القادمة من سوريا، كما تؤكد صور أخرى تحويل أجهزة النظام المدارس في الأحياء إلى ثكنات عسكرية وأمنية يعتقل ويعذب فيها المدنيون المشاركون في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، ومستودعا أي المدارس لتخزين الأسلحة والذخائر المستخدمة في قمع المظاهرات. مثال آخر لواقع المدارس في سوريا تظهره هذه الصور. مجموعة من القناصة اتخذت سطح وباحة المدرسة مركزا لعمليات قمع المظاهرات، تصويب فقنص وقتل للمتظاهرين واقتياد واعتقال فتعذيب، لتغيب أصوات البراءة من المدارس وتعلو بدلا عنها أصوات الآلام وضحكات الاستهزاء. ومع بدء العام الدراسي الجديد صباح الأحد يتردد بعض الأهالي وخاصة في المحافظات الملتهبة بإرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا على حياتهم من سطوة أمنية ذهب رصاصها بحياة هاجر الخطيب وأصاب 15 آخرين من زملائها، بينما كانت حافلتهم المدرسية تقلهم إلى مدرستهم نهاية العام الدراسي الماضي. عام دراسي جديد يأتي أيضا بينما يقبع الآلاف من الأطفال السوريين في مخيمات اللجوء بعد أن أجبرهم قمع النظام على استبدال مساكن ومدارس من إسمنت إلى مدارس ومنازل من قماش، ليكون رد الأطفال وهم على هذه الحال دعوات بالفناء على رموز نظام حفروا بأيديهم من القهر قبورهم. وليس بالإمكان ذكر المدارس في سوريا دون ذكر تلك المدرسة التي احتضنت جدرانها الشرارة الأولى للثورة السورية، والتي أضحت جدرانها أيقونة إنسانية لتحرر الشعوب من أزمنة ظلم واستبداد، لتنضم المدارس وهي على هذه الحال إلى مطالب طلابها وشعبها لتقول لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس.